إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. عرفنا المرة اللي فاتت Classification of Fungi، وعرفنا إنها Two Division Myxomycota و Eumycota، وخلصنا Myxomycota وخدنا مثال عليها كان Plasmodium Phoromycetes. دي كانت الكلاس Plasmodium Phoromycetes، والمثال اللي كان فيها Plasmodium Phorabrassicae. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن Eumycota، ولازم نعرف إيه هي General Character of Eumycota. أول حاجة they are true fungi with definite cell wall. عرفنا المرة اللي فاتت إن الميكزومايكوتا ما كانش عندها definite cell wall، لكن الإيومايكوتا النهاردة بقول لكم إنها عندها definite cell wall. فده أول فرق بين الميكزومايكوتا وبين الإيومايكوتا. تاني حاجة إن الثلث may be filamentous or unicellular. الثلث هنا بيكون في شكل filamentous أو unicellular، يعني خيصي، أو بيكون وحيد الخلية. هنا هنعرف بعد كده unicellular زي اليست، وهنا filamentous زي كتير جدا من الفنجاي. الفيلمنت ده أو الفيلمنت فنجاي ممكن يكون septated أو aseptated، يعني يكون متقسم أو مش متقسم. وعرفنا في أول محاضرة في الجنرال كاركتر بتاعت الفنجاي عموما ان لما بتكون aseptated وبتكون multi nucleated بنقول عليها مصطلح synocytic. تمام، يبقى كده بتكون الفيلامنتس دي بتكون septated او aseptated هايفي، وبتكون branched او unbranched هايفي. it characterized by absence of plasmodium stage. دي برضو حاجة دي حاجة تميزها عن الميكزومايكوتا، لأن الميكزومايكوتا عرفنا إن هي لازم يكون عندها في اللايف سايكل بتاعتها البلازموديوم أو سودو بلازموديوم، لكن الإيومايكوتا ما عندهاش. يبقى كده في حاجتين مهمين جدا أو ثلاث حاجات مهمين يفرقولي الميكزومايكوتا عن الإيومايكوتا. أول حاجة إن الإيومايكوتا عندها definite cell wall، لكن الميكزومايكوتا ما عندهاش definite cell wall. تاني حاجة إن الثلث هنا بيكون filamentous أو unicellular، هناك مش بيكون كده خالص. هنا الهايفي بتاعتي بتكون septated أو aseptated أو branched or unbranched. كمان هنا بيكون مفيش بلازموديوم أو سودو بلازموديوم، لكن هناك لازم يكون فيه. ده شكل الهايفي اللي هي بتكون septated، اهي فيها السبتم اهو، هنا مفيش سبتم لو نلاحظ كده، لذلك بنقول عليها سينوسيتك هايفي. كمان هنا برانش ده هي متفرعة، ده شكل السبتم وهو بيتكون، يعني ده هو لسه في البداية. تمام، بعد كده بقى هناخد الكلاسيفيكيشن اوف إيومايكوتا. عرفنا المرة اللي فاتت ان ديفيجن إيومايكوتا فيها 5 سب ديفيجن. طب عايزين نعرف هي اتقسمت اصلا على حسب ايه، according to ايه، لان هي مش هتتقسم كده وخلاص. قلنا لازم بما ان في classification يبقى لازم في اختلاف. اول حاجة presence or absence of perfect state، يعني هنشوف السبورز دي هل هي sexual ولا asexual، هنشوف هل هي موجودة ولا لا. تمام، ونوع السكشوال سبور دي هل هي مطايل ولا نان مطايل، هنعرف ده. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف ديفيجن إيومايكوتا اتقسمت لخمسة سب ديفيجن على حسب وجود او عدم وجود السكشوال سبور، هل هي موجودة ولا لا. تاني حاجة لو هي موجودة هيكون نوعها ايه، مطايل ولا نان مطايل، وهيكون هنديها اسم ايه، هنشوف دلوقتي مع بعض. اول حاجة عايزين نعرف مع بعض ايه هما الخمسة سب ديفيجن دول. اول حاجة استيجو مايكوتينا، تاني حاجة ديوتيرو مايكوتينا، بعد كده زيجو مايكوتينا، وفي اسكو مايكوتينا وبازيديو مايكوتينا. طب دول هما الخمسة سب ديفيجن. عايزين نعرف بقى، هنشوف اول كاركتر كانت اتقسمت على اساسها الايومايكوتا، هنشوفها هنطبقها يعني.
كانت اول كاركتر ايه بتقول presence or absence of perfect state. هنشوف السبورز موجودة ولا لا في كلهم. هل هنا موجودة؟ اه المسيمو مايكوتينا there is a motile cell، عندها زو سبور، يبقى هنا موجودة. الديوتيرو مايكوتينا موجودة؟ لا مفيش. هنا البيرفكت ستيت is absent، مش موجودة. الزيجو مايكوتينا موجودة والأسكو مايكوتينا عندها والبازيديو مايكوتينا عندها، يبقى كده كلهم عندهم البيرفكت ستيت اللي هي السبورز موجودة، ما عدا الديوتيرو مايكوتينا هي اللي طلعت بره الكلاسيفيكيشن لأنها مش عندها بيرفكت ستيت. يبقى كده دي أول حاجة فرقنا بين الديوتيرو وبين الأربعة الباقيين. تمام، طيب افرق بقى بين الاربعه الباقيين ازاي؟ انا كده عرفت الديوتيرو، اعرف بقى الباقيين ازاي؟ المستيجو مايكوتينا البيرفكت ستيت بتاعتها بتكون مطايل وبنقول عليها زو سبور. تمام، الزيجو مايكوتينا السبورز بتاعتها بتكون نان مطايل ونسميها زيجو سبور. عرفنا ان النان مطايل بنديها المصطلح ده زيجو سبور او ابلانو سبور. تمام، يبقى كده بنقول عليها زيجوسبور لانها نان مطايل، لكن دي مطايل. يبقى كده الزيجو مايكوتينا عرفنا برضو نطلعها من الحسبة، نطلعها من الكلاسيفيكيشن لانها عندها نان مطايل زيجوسبور، والديوتيرو ما عندهاش اصلا. يبقى كده عرفنا الديوتيرو والزيجو، والمستيجو عندها مطايل زوسبور. طيب افرق المستيجو عن الاسكو مايكوتينا والبازيديو مايكوتينا ازاي؟ قال ان الاسكو مايكوتينا بتكون السبورز بتاعتها بنسميها اسكو سبور لانها بتكون موجودة جوه حاجة اسمها اسكاس، والبازيديو مايكوتينا بنسميها بازيديو سبور لانها بتكون موجودة جوه حاجة اسمها بازيديوم. طيب كده عرفنا الكلاسيفيكيشن اوف ايو مايكوتا. تمام، هنقولهم سريعا كده، عرفنا نفرق بينهم ازاي على حسب وجود او غياب البيرفكت ستيت اللي هي السبورز. عرفنا ان الديوتيرو مايكوتينا ما عندهاش البيرفكت ستيت، وكده يعني عرفنا نفرق بين الديوتيرو والباقيين، الباقيين عندهم. طيب افرق بينهم ازاي؟ قال لنا ان الزيجو مايكوتينا بتكون نون موتايل وسميناها زيجو سبور. تمام، الباقيين موتايل. طب افرق بين الثلاثه الباقيين ازاي؟ انا المستيجو مايكوتينا بتكون مطايل بنسميها زوسبور، لكن الاثنين الباقيين واحده بتكون جوه اسكاس واحده بتكون جوه بازيديا، فالسبورز اللي بتكون جوه اسكاس بنسميها اسكوسبور، بتكون تبع الاسكو مايكوتينا، لكن البازيديو مايكوتينا بيكون البازيديو سبور بتكون جوه حاجه اسمها بازيديا. اعتقد كده الكلاسيفيكيشن واضح جدا. هنا ده شكل الأسكس، جواه أسكوسبور، بما إنه اسمه أسكس يبقى اللي هيكون جواه اسمها أسكوسبور. هنا ده البازيديوم، هنا بيكون جواه البازيديو سبورز، ده مثال عليه الأجاريكاس أو بنسميه عيش الغراب. بعد كده بقى هناخد سب ديفيجن اللي هي مستيجو مايكوتينا، هناخدهم واحدة واحدة بس النهاردة بقى هنبدأ في المستيجو مايكوتينا. من شوية أنا قلت إن المستيجو مايكوتينا عندها البيرفكت ستيت بتاعتها بتكون إيه؟ بتكون زو سبور وبتكون مطايل. تمام، يبقى دي الميزة الوحيدة أو الكاركتر اللي بتكون موجودة في المستيجو مايكوتينا. تمام كده، كمان البرفكت ستيت سبور بنقول عليها او سبور، وهنعرف برضو ان شاء الله شويه كده لما نمشي شويه في السب ديفيجن دي هنعرف ليه بنقول عليها او سبور. تمام، يبقى هي كده بتكون زو سبورك فانجاي، يعني بتكون مطير. يبقى كده الزو سبور لان دي الكاركتر الوحيده، هقدر بقى اخد الكاركتر دي واعمل على اساسها كلاسيفيكيشن تاني للمستيجو مايكوتين. يبقى الزوسبور دي مهمة في الكلاسيفيكيشن بتاع المستيجو مايكوتين، على أساسها عندي 3 classes. يبقى المستيجو مايكوتين اتقسمت ل 3 classes على حسب ايه؟ على حسب position of type and number of flagella، يعني اتقسمت لثلاثة class على حسب ايه؟ هنشوف السبورز دي هل هي
الفلاجيلا اللي فيها، هل هي فلاجيلا واحدة ولا اتنين؟ وهنشوف نوع الفلاجيلا فيها ايه، هل هي تنسل ولا ويبلش. هنشوف كلاسيفيكيشن اوف ماستيجو مايكوتينا تقسمت لثري كلاسيس. اول واحدة كتريديو مايسيتس وهايفو هايفو كتريديو مايسيتس واو مايسيتس. الكتريديو مايسيتس، طيب انا عايز اعرف السبورز اللي جواها، الزوسبور دي افرقها بينها وبين الاثنين التانيين ازاي؟ الكتريديو مايسيتس والهايفو كتريديو مايسيتس الاثنين دول، التو كلاسز دول، الزوسبور بيكون عندها سنجل فلاجيلا، تمام؟ دي سنجل فلاجيلا ودي سنجل فلاجيلا، لكن الاو مايسيتس عندها تو فلاجيلا اهي، باي فلاجيليتي. يبقى كده ده اول فرق بين الكتريديومايسيتس وهايفو كتريديومايسيتس وبين الاوومايسيتس. الاثنين دول عندهم سنجل فلاجيلا لكن دي باي فلاجيليتد. طيب دول الاثنين سنجل فلاجيلا، هفرق بينهم ازاي؟ الكتريديومايسيتس عندها سنجل فلاجيلا بس بتكون بوستيريور، لكن الهايفو كتريديومايسيتس بتكون انتيريور. طيب انا ممكن مثلا اشوف السبورز دي باتجاه معاكس، مثلا هي ممكن تكون بوستيريور وانا اكون قلباها فاشوفها انتيريور او كده. في كاركتر تاني هتميز الفلاجيلا دي، ان الكتريديومايسيتس بتكون من نوع الويبلش تايب، تمام، لكن الهايفوكوتريديومايسيتس بتكون تنسل تايب. عرفنا ان التنسل بتكون شكلها ريشي كده فيزري، في صورة ليها هوريها لكم دلوقتي. اهم حاجة بس نفرق بين دول دلوقتي، يبقى الكتريديومايسيتس والهايفوكوتريديومايسيتس الاثنين عندهم سنجل فلاجيلا، لكن هنا الكتريديومايسيتس بتكون بوستيريور ويبلش تايب، لكن الهايفوكوتريديومايسيتس بتكون انتيريور تنسل تايب. الاومايسيتس بقى اصلا مختلفة عنهم لانها بتكون باي فلاجيليتد، عندها تو فلاجيلا، واحدة بوستيريور ويبلش تايب، واحدة انتيريور تنسل تايب، يعني هي بتجمع بين الاثنين اصلا، وكمان السلول بتاعها بيكون من السليلوز. اهي دي الاوومايسيتس بتكون عندها باي فلاجيليتد، واحدة ويبلش واحدة تنسل. ده شكل التنسل اهي، بتكون فيذري كده شكلها ريشي. هنا الكتريديومايسيتس ده شكل الفلاجيلا بس مش شكل السبورز نفسها. الكتريديومايسيتس دي كده ويبلش زي دي بالظبط، ودي الهايفوكتريديومايسيتس بتكون الفلاجيلا بتاعتها من نوع التنسل، كأنها ريشة كده فيها شعر من هنا ومن هنا، يعني زي كده، تمام. يبقى ده شكل الفلاجيلا. بعد كده الكتريديومايسيتس كجنرال كاركتر اوف كلاس، هي دي اللي هناخدها، مش هناخد الهايفوكوتريديومايسيتس وهناخد برضو هناخد الاوومايسيتس وهناخد الكتريديومايسيتس، لان احنا عايزين ناخد بس الحاجات المختلفة، لان الكتريديومايسيتس شبه الهايفوكوتريديومايسيتس مع اختلاف بس ان نوع الفلاجيلا، لكن هناخد الكتريديومايسيتس والاوومايسيتس. طيب ايه هي الجنرال كاركتر اوف كتريديومايسيتس؟ عايزه اعرف الجنرال كاركتر بتاعتها، اللي هي ايه اصلا الكتريديومايسيتس دي. انا لسه قايله من شويه انها عندها سنجل بوستيريور فلاجيلا من النوع الويبلش، اهي سنجل بوستيريور فلاجيلا ويبلش تايب. يبقى كده دي هي الميزه بتاعتها. هنروح قايلين ايه بقى، دي بتتقسم لثري اوردر على حسب الثلث بتاعها، هل هو فيجيتيتيف ولا ريبرودكتيف، وكمان على حسب الجيرمينيشن اوف سبور، هل السبورز دي بيحصل لها جيرمينيشن من اتجاه واحد بس ولا من الناحيتين، لان لو من اتجاه واحد هنسميها مونوبولر، لو من الجانبين هنسميها باي بولر. هنشوف برضو الثري اوردر اوف كتريديومايسيتس. اول اوردر اللي هي بنقول عليها كتريدياليس، الاوردر الثانيه بليستوكليدياليس، الاوردر الثالثه مونو بليفريدياليس. يبقى كده دول 3 اوردر، هناخد كل واحده فيهم بقى. الاوردر كتريدياليس دي بيكون الثلث بتاعي بنقول عليه هولوكاربيك. احنا طبعا زهقنا من المصطلح ده لانه بيتكرر كتير، وعرفنا ان هولوكاربيك يا اما الثلث بتاعي يكون فيجيتيتيف بس او ريبرودكتيف بس، تمام.
لان الفيجيتيتيف والريبرودكتيف مش هيتجمعوا مع بعض في نفس الوقت، يبقى تخلص الليكينج فيجيتيتيف سيستم. ما عندوش فيجيتيتيف سيستم لكن بيتحول كله الى ريبرودكتيف، لذلك بنقول عليه هولو كاربيك. في بعض الاحيان الرايزويد بتاعتي بتكون فيجيتيتيف، it have specialized rhizoidal vegetative system. تمام. ثاني حاجة، ثالث حاجة، الزوسبور بيكون عندها oil globule. ال oil globule دي بقى هي بتستخدمها كسورس للإنرجي علشان تقدر تتحرك، يبقى هي عندها دلوقتي oil globule علشان use the as a source for energy for motility. الجيرمينيشن بتاعها بيكون مونوبولر، يعني بيكون من اتجاه واحد فقط. ده كده كانت اوردر كتريدياليس. الاوردر التانية بليستوكاليدياليس، هنشوف ايه الاختلاف بينها وبين الاوردر اللي قبلها. الثلث differentiated into well developed vegetative system with numerous reproductive organ. هناك الثلث بتاعي كان reproductive بس، ما كانش فيه vegetative، انما هنا فيه vegetative وفيه numerous reproductive organ. هنا الزوسبور without oil globule، هنا مفيش اويل جلوبيول تقدر تمكنها ان هي تتحرك، لكن هناك كان فيه، اهي هنا كان فيه اويل جلوبيول. يبقى ده كده اختلاف، والاختلاف التاني بينها وبين اللي قبلها. الثلث usually have a well defined basal cell fixed at substratum by tapering rhizoid. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الثلث بيكون عنده حاجة كده زي قاعدة خلوية بتمكنه ان هو يثبت نفسه على الرايزويد. هنشوف في صورة هنا كده، هنا دي اهي البيزل سيل، اهي بيزل سيل، وبيكون في نهايتها رايزويد بتكون تابرنج كده، يعني عاملة اللي هي ايه، عاملة زي الابرة كده، تقدر تمكنها ان هو يقدر يعمل اتاشمنت على السبستريت اللي موجود، يلتصق بيه يعني. تمام، يبقى كده عرفنا دي معناها ايه، ودي مش موجودة هناك برضه، مش موجودة في الكتريديو، في الكتريدياليس. اخر حاجة الريستنج ستراكشر and sexually formed. عندي الريستنج سبور هنا بتيجي نتيجة الاس سيكشوال سبورز. تمام، باقي الكاركتر السيكشوال ريبرودكشن باي مين اوف ايزوجامي اور ان ايزوجامي. الريبرودكشن اللي بيحصل هنا بيكون سيكشوال، طيب نوعه ايه؟ يا اما ايزوجامي او ان ايزوجامي. وعرفنا برضو المصطلحات دي معناها ايه. الايزوجامي عرفنا انها التو سبورز او الفيميل والميل اورجان، الاتنين بيكونوا شبه بعض جدا في المورفولوجي والسايز وكل حاجه، لكن الان ايزوجامي بيكونوا شبه بعض في الشكل، لكن في السايز بيكونوا مختلفين. هنا في حاجة بتكون موجودة اللي هي الالترنيشن اوف جينيريشن، اللي هي تعاقب الاجيال، هنا بيكون موجود في بعض السبيشيز مش كلهم. والجيرمينيشن بيكون باي بولر، يعني بيكون من الناحيتين. تمام، مثلا لو عندي فلاجيلا، لو عندي هايفي كده، هيكون من الناحية دي وهيكون من الناحية دي، من ناحيتين يعني. يبقى كده عرفنا في بعض الاختلافات بين التو اوردر دول، اللي هي الكتريدياليس والبلاستو كليدياليس. الكتريدياليس كان الجيرمينيشن هناك مونوبولر، لكن هنا باي بولر. هنا ما عند الزوسبور ما عندهاش اويل جلوبيول، لكن في الكتريدياليس كان عندها. هنا الثلث عنده فيجيتيتيف وريبرودكتيف اورجان، لكن هناك كان ريبرودكتيف بس. تمام، دي بعض الاختلافات، يعني هي دي على اساسها حصل الكلاسيفيكيشن. بعد كده الاوردر الاخيره اللي هي بنقول عليها مونو بليفريدياليس. الثلث بتاعي بيكون without well definite basal cell، يعني البيزل سيل اللي انا لسه موريها لكم دي مش موجوده، مش موجوده عند المونو بليفريدياليس. تمام، يبقى ده اول اختلاف بينها وبين البليستوكاليدياليس. الثلث composed of delicate branched hyphae، بيكون في branched hyphae، لسه شايفين البرانشيت كان شكلها عامل ازاي. السيكشوال ريبرودكشن تيك بليس باي اوجامس. الاوجامس سميناه برضو هيتيروجامس، اللي هو كان الفيميل اورجان والميل اورجان كانوا الاثنين مختلفين عن بعض تماما، كان في السايز وفي المورفولوجي وكل حاجه.
Where male gametes swimming toward female one. الميل بيعمل swimming لحد ما يوصل للفيميل، تمام؟ يبقى sexual reproduction take place by oogones. الزوسبور without globules globule oil. دي شبه البلاستوكليدياليس، دي شبهها. الكاركتر دي بتجمع بين الاثنين. الريستنج ستراكشر يوجوالي او سبور، والجيرمينيشن بيكون باي بولر. يعني الجيرمينيشن باي بيكون باي بولر وزود جلوبيول اويل. الاثنين دول شبه اللي فاتت بالظبط، بس الفرق بينهم ان هي هنا وزود ويل ديفينيد وزود ويل ديفينيد بيزل سيل، لكن هناك كان عندها بيزل سيل. تمام كده، دي كانت الجنرال كاركتر بتاعه الماستيجو مايكوتينا، كانت بس كمجرد انترودكشن، وعرفنا فيها الجنرال كاركتر بتاعه السب ديفيجن دي اللي هي الماستيجو مايكوتينا، وعرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعها انها اتقسمت لثري كلاسز، الكتريديومايسيتس والهايفوكتريديومايسيتس والاوومايسيتس، وعرفنا الجنرال كاركتر بتاعه الكتريديومايسيتس، عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعها انها اتقسمت لثري اوردر، كيتريدياليس وبليستوكاليدياليس ومونوبليفريدياليس، وعرفنا الجنرال كاركتر بتاعت كل اوردر فيهم. ان شاء الله المرة الجاية هبدأ معاكم في الجنرال كاركتر بتاعت الاوردر كيتريدياليس وهنشرحها بالتفصيل، وهناخد الفاميلي بتاعتها كيتريدياسي، وهناخد الاكزامبل اللي فيها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك مدها يداك.